استاذ عماد، ايه الحد الفاصل ما بين ان ده سب صحفي، يعني مثلا ما بيجي لك خبر مهم من محرر والخبر ده فيه اسم شخصيه مثلا ممكن تكون شهيره، وييجوا كده الاستاذ عماد، اتفضل يا استاذ عماد عندنا الخبر ده، امتى بتقول ده سبق صحفي من حقي انشره، وامتى بتقول لا ده فيه انتهاك للخصوصيه، وقفوا ما تعملوش حاجه؟ المثل واضح. هو حصل اول امبارح يوم الجمعه، زميلي مدير تحرير موقع بوابه الشروق محمد بصل اتصل بيا قال لي انه في حكايه وقع لي منى شلبي في مطار القاهره. ايه المعلومات اللي عندنا؟ قال لي بيقولوا كذا كذا. مين بيقولوا؟ قال لي لسه ما فيش حاجه رسميه. قلت له مش هننشر. وكان في بعض المواقع نشرت بالفعل ان هناك توقيف لمنى شلبي في المطار. قعدنا حوالي تلت ساعة ما نشرناش الخبر لحد ما تأكدنا إن هي موجودة في المطار والجمارك موقفة. في هذه الحالة نشرنا خبر بيقول الآتي: توقيف منى شلبي في جمارك القاهرة. ماشي؟ وإن الجمارك بتقول إن ربما هناك شبهة في أنها معاها بعض. أيوة، دقة استخدام الكلمات، إنه في أول شبهة. أول حاجة إن أنا أتأكد إنه فيه مصدر واضح ومحدد بيقول المعلومة. صحيح ان المصدر برضوش يقول اسمه، بس احنا تاكدنا انه ده مصدر دقيق. ماشي؟ فنشرنا على هذا الاساس بعد حوالي تلت ساعه من كل عدد كبير جدا من المواقع. كان قدامنا ننشر ونبقى موجودين في نفس التوقيت، بس خوفا من السؤال اللي حضرتك بتساليه عشان نتاكد من حاجه زي دي، الحاجات بتاعت التوقيفات، مخدرات، الجرائم، الوفيات. ما انا احيانا بيجي لنا حد توفى لازم اتاكد من اسرته. حد قريب من اسرته يقول انه كتب فلان الفلاني على صفحتي يقول ان فلان الفلاني قد مات. وياما في اشاعات كتيره طبعًا بتطلع على الفنانين. فعملنا ده وخدنا هذا القرار بناء على هذا، على فما اقدرش انشر. بعد كده جالنا ان هي ما اعرفش فيه اكياس كذا، ما رضيناش ننشر لحد ما طلع البيان الرسمي بتاع الجمارك اللي هو ذكر فيه التفصيل بتاع الجمارك. ولم نستعمل اسم المتهمه فلانه، لانه حتى هذه اللحظه ليس هناك قرار اتهام تم توجيهه. حتى قرار النيابه، بيان النيابه اللي طلع بيقول ايه؟ بيقول ان هو تم الاشتباه في كذا وكذا وكذا، وتم ارسال المواد المضبوطه الى المعامل لتحليلها لبيان ما اذا كانت تحتوي على كذا من عدمه. فبالتالي قانونا منى شلبي حتى هذه اللحظه ليست متهمه قانونا. ماشي؟ مفيش تهمه وجهت ليها، في لسه مجرد تحقيق. طبعا القرينه بتاعت الخمسين الاخلاء السبيل والخمسين الف قد تعطي مبرر لبعض، لكن هل ما نشرته الصحافه؟ ودي النقطه الجوهريه. الصحافه المصريه في معظمها تعاملت تعامل صحيح، الصحافه انا اقصد الرسميه، الصحافه التي يمكن مساءلتها، اليوم السابع، الاخبار، الاهرام، الجمهوريه، الوفد، الشروق، المصري، الوطن، طالما نشرت ان انا بقول انه فيه مصدر اسمه الجمارك العام او مصلحه الجمارك نقطتين، تم توقيف فلان، ده خبر لا غبار عليه، لأن ده مسنود إلى مصدر واضح وهو اللي بيقول الكلام، فهو الذي يسأل عن الأمر. نمرة واحد. نمرة اتنين، القانون يعني يوفر الحماية لأحد الناس أكتر بكتير جدا من الشخصيات العامة. يعني أنا مش من حقي كجورنال أو أي موقع إعلامي أو بتاع إن أنا أصور مواطن ماشي في الشارع لازم أستأذنه قبل ما أطلع صورته، لأنه ده أحد ناس، مواطن عادي. لكن لو ماشي فنان في الشارع وأنا صورته من حقي إنه شخصية عامة، زي ما انا بنشر اخباره ان هو فطر ايه، هو سمع اغنيه ايه، من حق ان انا انشر انه تم ضبطه واتهامه في كذا، طالما ان هناك واقعه محدده. الخطا الاكبر الذي وقعت فيه الصحافه المصريه الرسميه هو واقعه نشر جواز السفر. للاسف ده ما كانش موقع، ده كان جريده او موقع الكتروني نشر ده والناس مشت وراه. انا اظن جانبهم الصواب كثيرا واخطاوا خطا صحيح كبير جدا في هذا الامر. ليه؟ لان بعد ما انت نشرت كله خال عنك. ماشي؟ كان ينبغي اول ما تيجي الجواز السفر يخطئ المخطئ بان سرب هذا الجواز، طبعا ربما يكون مش عارف القواعد، ومخطئ من قام بالنشر. ليه؟ لانه في اضافه للقانون وحفظ البيانات والامن العام وحاجات زي كده، في حاجه اسمها البند الثاني من الماده 17 من قانون الاكواد العالميه اللي طلعه المجلس الاعلى للصحافه من شهور قليله، بيقول بوضوح جدا حاجة اسمها الخصوصية. أنا لا يحق لي بأي حال من الأحوال إن أنا أنتهك خصوصية أي شخص كائنا من كان في المجتمع، طالما إنها ليست ذات صلة بالقضية. يعني مواطن، حضرتك مواطن عادي، مش ينفع أنشر أنت ساكنة فين، لأن ربما هناك شخص يتربص بيك أو يأذيك أو يعمل أي شيء.
فهنا لابد والباسبور فيه بياناتها بياناتها الشخصية من اول ورقم الاي دي بتاعها، رقم طبعا بطاقتها طبعا وعنوانها، اهم حاجه عنوانها والعنوان وكل حاجه. فبالتالي ده حاجه خطيره جدا جدا ان ده حصل. الاعلام تصوري انه تعامل بمهنيه الى حد ما في هذه القضيه، ما عدا الجزء المتعلق بالباسبور، حاجتين: الاشاره اليها باعتبارها متهمه وهي ليست متهمه حتى هذه اللحظه، ماشي، قانونا ليست متهمه زي ما قلنا كده، النيابه قالت والحكم بالنسبه لنا النيابه مش الجمارك، بالمناسبه من حقها ان هي توقف القاضي وتساله وتفتشه تفتيش عام وتفتيش ذاتي، لكن حينما يتعلق الامر بالمخدرات فالامر ليس في ولايه الجمارك، النيابه بالضبط. النيابه اساسا النيابة قالت المواد المشتبه فيها ارسلت الى المعمل لتحليلها بالضبط، فبالتالي هي ما زالت حتى هذه اللحظه مواطنه عاديه. هل نلوم نفسنا ان احنا نشرنا؟ في ناس بيقول لك ما كانش يصح ان احنا نفضح الست. لا، من حق وسائل الاعلام ان تنشر طالما ان هناك واقع حصلت، بغض النظر احنا بنحب، انا على المستوى الشخصي في هيقول لك دي قوتنا الناعمه. لا مش قوتنا الناعمه، بص في نقطه مهمه، دور الصحافه ان تنشر الاخبار، تنشر الحقائق طالما انها مسنده وطالما انها مهنيه ومتحقق منها وتم تطبيق القواعد المهنيه المعروفه عليها. درسناه زمان الفايف دبليو اند هاو، ان انت بتجاوبي على الخمس الست حاجات اللي بيبتدوا هاو هاوين متى ماذا لماذا كيف، okay. ماشي، لو قدرت اجاوب على اربعه خير وبركه، بس المهم ان يبقى فيه واقعه حقيقيه، مصدر حقيقي، تاكيد من مصدر حقيقي، ماشي. نشرت ده، هي المصدر المضبوط ده فنانه لعيب كوره شخصيه عامه، ما ينفعش هنا اقول اصل دي قوتنا الناعمه. زي ما انا بنشر ان 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 الفنانه فلانه عملت حمام شمس وعملت وفطره بيض بالبسطرمه، من حق ان انا انشر ان هي تم ضبطها طالما ان الواقعه صحيحه. هنا ما ينفعش اقول عليها هي، يعني مش انا بتكلم عموم على هذا الشخصيه العامه، ان تلوم نفسها لانها وضعت نفسها في موضع شبهه قبل ان تلوم الاعلام لانه نشر. زي ما الاعلام بينشر الاشياء الجيده والايجابيه عن نجوم الكوره بالتفصيل وعن الفنانين وعن الشخصيات العامه وبيبقوا فرحانين، ها، وبيعملوا معرفش فوتو سيشن ايه وعملت ايه، يبقى من لا يلومني هذا هذه الشخصيه العامه لما اجي انشر انا كجورنان خبر يسيء ليها. هو مش يسيء ليها، هي اللي اساءت لنفسها. انا بالنسبه لي دي واقعه، هي كويسه هي وحشه، ده خبر زي الجمهور العام ما بيتابع جزء الايجابي بتاعها، اعمالها الفنيه وتحليلها و من حقه انه يعرف وقعاتها اذا كانت هذا النشر يتطابق مع صحيح القانون. حضرتك قلت بنود من قانون الاعلام، انا عايزه بقى اقرا الكود من اكواد الاعلاميه البند الثاني في الماده 17. تمام. من اكواد الخاصه به اسمه الخصوصيه. الخصوصيه، النص الماده 57 من الدستور المصري كمان. نعم. اتكلم عن الخصوصيه، بيقول ايه بقى؟ للحياه الخاصه حرمه وهي مصونه لا تمس، وللمراسلات البريديه والبرقيه والالكترونيه والمحادثات الهاتفيه وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريات مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. ده الدستور. بس دي النقطة هنا، قد يبدو هناك المادة دي مقصود بها الخصوصية العمومية. لو انا طبقت دي وقلت نقطه من اول السطر المنطق لا تقربوا الصلاه، كان عطلت عمل الاعلام. الاعلام دوره النشر والاباحه مش التجريم. هنا بيتكلم على حمايه الخصوصيه العموم الناس بالظبط، بس لما يبقى عندنا وزير الاعلاميه دورها هي انها تنشر اخبار في اطار القانون. القانون نظم النشر طالما ان هي وقائع ثابته ومعروفه ومعلنه، ما لم يمنع القانون نشرها فهي لا تنتهك الخصوصيه.